السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا في برامج شركة تطوير للخدمات التعليمية، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. درسنا لهذا اليوم سوف يكون عن تطبيقات على نظرية فيثاغورس للمرحلة المتوسطة الصف الثاني للفصل الدراسي الأول. في درسنا لهذا اليوم سوف نراجع سوية نظرية فيثاغورس، نص النظرية وفي ماذا كنا نستعمل هذه النظرية. أيضا سوف نحل مسائل باستخدام هذه النظرية، نظرية فيثاغورس، وأيضا سنتعرف على ثلاثيات نظرية فيثاغورس أو ثلاثيات فيثاغورس. بداية مع استعد، تعد الطائرة الورقية إحدى الألعاب المفضلة لدى الكثير من الأطفال، وأشهر أنواعها التي تطير باستعمال خيط واحد، حيث تربط الطائرة بطرف الخيط ويمسك الطفل الطرف الثاني، أو يكون مثبتا في الأرض كما في الصورة المجاورة. هذه الصورة المجاورة، هذه طائرة ورقية مثبتة بخيط في واحد. ما نوع المثلث الذي تشكل من كل من المسافة الأفقية والارتفاع والخيط الواصل من الطائرة إلى الأرض؟ إذن ما هو شكل المثلث الذي تشكل من هذه المسافة وهذا الارتفاع مع خيط الطائرة؟ واضح أنه مثلث. ما نوع هذا المثلث؟ مثلث قائم الزاوية. إذن الشكل الذي تكون هو مثلث قائم الزاوية. 2. اكتب معادلة يمكن أن تستعمل لإيجاد طول خيط الطائرة. لو كان لدينا خيط الطائرة نريد أن نوجد طوله، ولدينا الارتفاع، ولدينا المسافة الأفقية، ما هي المعادلة التي يمكن أن تستخدم لإيجاد طول هذا الخيط؟ بداية اتفقنا على أن الشكل هو مثلث قائم، والمثلث القائم به زاوية قائمة. أين الزاوية القائمة؟ هنا الزاوية القائمة تكون، والضلع المقابل هو الوتر. إذن النظرية، نظرية فيثاغورس، تقول على أن ح تربيع اللي هو الوتر تربيع يساوي ف تربيع المسافة الأفقية تربيع زائد ع تربيع اللي هو المسافة أو الارتفاع الرأسي. إذن هذه المعادلة نستطيع من خلالها إيجاد طول الخيط. نتذكر سوية نظرية فيثاغورس التي تقول في المثلث القائم الزاوية التي كانت تختص بهذه الأنواع من المثلثات، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ساقي، أي أن طول الوتر تربيع يساوي الساق الأول تربيع زائد الساق الثاني تربيع. وبالرموز كنا نقول جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. هذه الرموز تعودنا عليها، ولكن لو تغيرت تؤدي إلى نفس المعنى، بحيث أن في هذا الطرف يكون الوتر وفي الطرف الآخر يكون الساقين. اليوم سوف نحل بعض المسائل باستخدام هذه النظرية. مثال: أوجد ارتفاع المظلية عن سطح الماء مستعينا بالشكل المجاور. على حسب الشكل المجاور يوجد عندنا مظلي. هذا المظلي المسافة ما بين المظلي إلى سطح البحر ألف، والمسافة الأفقية إلى القارب 41 متر، وطول الخيط الممسوك به المظلي هو 60 متر. إذن المجهول الآن هو ارتفاع المظلية عن سطح الماء أو سطح البحر. هذا الضلع يسمى ماذا في المثلث القائم الزاوية؟ يسمى الساق. هل الوتر معلوم؟ نعم، هذا هو الوتر أمام الزاوية القائمة، وهذا الساق الآخر. إذن لإيجاد هذا الضلع المجهول أو لإيجاد الارتفاع نستعمل نظرية فيثاغورس التي تقول أن ألف تربيع زائد باء تربيع يساوي جيم تربيع، أي أن الساق الأول تربيع زائد الساق الثاني تربيع يساوي الوتر تربيع. ألف مجهولة، باء معلومة 41، وجيم معلومة أيضا بكم؟ ب60. الخطوة القادمة نعوض قيمة ألف مجهولة، إذن نكتب ألف كما هي، زائد الباء نضع أمامها أو نضع مكانها 41 اللي هو هذا الضلع الساق، وجيم الوتر نضع مكانه كم؟ 60. الخطوة القادمة نربع لكي نتخلص من التربيع. ألف تربيع كما هي لأن ألف مجهولة ما نستطيع أن نربعها، فبالتالي نكتب ألف تربيع. 41 تربيع نربع ال 41 تربيع اللي هو 41 ضرب 41 وليس 41 في 2، نقطة مهمة جدا.
يساوي 1681 و60 تربيع 3600. الآن أصبح لدينا معادلة فيها مجهول اللي هو الألف، ونريد أن نتخلص من الأرقام الموجودة في طرف المجهول لكي نوصل إلى قيمة ألف. كيف نتخلص؟ نطرح من الطرفين 1681، فيكون شكل المعادلة ألف تربيع اللي هي هذه زائد 1681. هنا الآن طرحنا 1681 من هذا الطرف يساوي 3600، ويجب أن نطرح من الطرف الآخر أيضا 1681. طرحنا من الطرفين 1681، الطرف الأول الآن 1681 راحت مع 1680، كون المتبقي ألف تربيع، و 3600 ناقص 1681 يساوي 1919. الآن وصلنا إلى قيمة ألف تربيع، ولكن ما نحتاجه هو ألف فقط بدون التربيع، إذن يجب أن نوجد الجذر التربيعي للألف، فبالتالي ألف تساوي جذر 1919. بإمكاننا أن نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد القيمة، ألف تساوي تقريبا 44. إذن ما هو ارتفاع هذا المظلي عن سطح البحر؟ يرتفع المظلي عن سطح الماء حوالي 44 متر، 44 متر، ونتأكد أنه 44 أقل من الوتر، إذن ناتجنا ناتج صحيح. مثال آخر، إذن هنا 44 متر. أوجد المسافة بين الطائرتين مستعينا بالشكل المجاور. ما هي المسافة بين هذه الطائرة والطائرة الثانية؟ نلاحظ أن المسافة الأفقية بين هذه الطائرة وهذه، والمسافة الرأسية بين هذه وهذه، بالإضافة إلى المسافة بين الطائرتين مباشرة، تشكل لدينا مثلث قائم الزاوية. هذا المثلث فيه وتر وفيه ساق وفيه ساق، مكان الوتر دائما أمام الزاوية القائمة. إذن هذا الساق معلوم وهذا الساق معلوم، والمجهول الوتر. لنحل هذه المسألة نستخدم نظرية فيثاغورس، تنص على أن جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. الآن نعوض، مكان الجيم كم؟ الجيم الوتر، لا يوجد لدينا رقم هنا، فبالتالي نضع مكان الجيم الفاء لنتماشى مع المسألة، فتصبح فاء تربيع تساوي الساق الأول 7 تربيع زائد الساق الثاني 10 تربيع. الآن نربع، الفاء هنا مكانه هو الوتر، فاء تربيع تنزل كما هي 7 تربيع 49 زائد 10 تربيع بكم؟ ب100. الآن نجمع، ما عندنا الآن معادلة لكي نطرح وإلى آخره كما فعلنا في المثال السابق. الآن الحل بسيط ومباشر، حل بسيط ومباشر. الآن نجمع، فا تربيع تساوي 49 زائد 100 149. هل وصلنا إلى النتيجة؟ لا، نريد أن نتخلص من التربيع، نوجد الجذر التربيع للفاء وأيضا الجذر التربيع لل 149، وبالإمكان استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة جذر 149، فهي كان يساوي تقريبا 12.2 من 10. إذن ما هي المسافة بين الطائرتين؟ المسافة بين الطائرتين حوالي 12.2 من 10 كيلو متر، 12.2 من 10 كيلو متر. إذن في هذا المثال أو في هذه المسألة استخدمنا نظرية فيثاغورس لإيجاد المسافة بين الطائرتين، وكان الضلع المجهول في هذه المسألة هو الوتر، عكس المسألة السابقة التي كان فيها الساق هو المجهول. مثال آخر، أوجد ارتفاع الشجرة، كم ترتفع الشجرة عن سطح الأرض؟ طيب الآن عندنا الشجرة مع السلم، مع المسافة الأفقية من السلم إلى الشجرة تشكل مثلث قائم الزاوية. هذا المثلث فيه الوتر معلوم، وفيه المسافة الأفقية معلومة، وأيضا الارتفاع معلوم، لا غير معلوم، عين مجهول. نستخدم نظرية فيثاغورس، جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع نعوض مكانها ب 12 الوتر اللي هو مكان السلم، وألف تربيع اللي هو نضع العين أمامها هذه، وباء تربيع اللي هو 5. الآن نعوض، 12 تربيع 144 يساوي عين تربيع، عين تربيع كما هي، 5 تربيع 25. الآن لدينا معادلة كما في المسألة الأولى، نتخلص من إيش الآن؟ من 25 اللي هو في طرف المجهول. كيف نتخلص من 25؟ نطرح 25 من الطرفين
144 ناقص 25 يساوي عين تربيع زائد 25 ناقص 25. الآن طرحنا 25 من الطرفين، 144 ناقص 25 يعطينا ناتج 19 119، وهنا 25 ناقص 25 صفر. أوجدنا مباشرة الجذر التربيع، يتخلص من التربيع من 119، فيصبح الناتج تقريبا 10.9. إذا كم ارتفاع الشجرة؟ ارتفاع الشجرة حوالي 10.9 متر. إذا في هذه المسألة أيضا استخدمنا نظرية فيثاغورس في إيجاد ارتفاع الشجرة، وكان الضلع المجهول هو الساق وليس الوتر. لدينا معلومة تقول عن ثلاثيات فيثاغورس، ماذا تقول هذه المعلومة؟ مضاعفات أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية. عندنا مضلع قائم الزاوية، معروف أنه قائم الزاوية 3 4 5، أطواله دائما 3 4 5، مع اختلاف الوحدات، ممكن كيلومتر ممكن متر ممكن سنتيمتر وإلى آخره. لكن إيش تقول هذه المعلومة؟ تقول أن مضاعفات هذه الأضلاع تشكل أيضا مثلث قائم الزاوية. يعني مضاعفات الثلاثة والأربعة والخمسة أيضا تشكل مثلثات قائمة الزاوية. نأخذ أمثلة، مثلا إذا قلنا الثلاثة، إذا مضاعفات الثلاثة، ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. والأربعة مضاعف أيضا 8 في 2، والخمسة في 2 أيضا كم؟ 10. الآن صارت عندي 3 أضلاع، 6 و8 و10، أيضا تشكل مثلث قائم الزاوية. إذا أطوال أضلاع المثلث اللي يكون أطواله 6 و8 و10 تشكل مثلث أيضا قائم الزاوية. أستطيع أن أعرف يعني لو كان عندي مسألة فيها ساق 6 والساق الآخر 8، كم يكون الوتر؟ من غير ما أحل وأتعب نفسي الوتر يكون 10، لأنها تتطابق مع ثلاثيات فيثاغورس. أيضا من المضاعفات الأخرى 3 في 3 9، 4 في 3 12، 5 في 3 15، أصبح عندي 9 12 15. هذه 3 أضلاع أيضا تشكل مثلث قائم الزاوية. إذا أطوال أضلاع المثلث 9 و12 و15 تشكل مثلث قائم الزاوية. طيب من هذه 3 أضلاع وين الوتر؟ هو 15، وهنا ساق وهذا الساق الآخر وإلى آخره. كل ما ضربنا في نفس الرقم فبالتالي يكون عندي مضاعفات أخرى. هذه تفيدنا أحيانا في الحل السريع لبعض المسائل نظرية فيثاغورس. خلينا نشوف المثال القادم اللي نستخدم فيه هذه الثلاثيات للتوصل إلى الحل الصحيح. يرغب سامي في الذهاب من بيته إلى بيت جده، ما المسافة التي يوفرها إذا سلك الطريق الرئيس بدلا من الطريقين الآخرين؟ عندنا هنا رسم توضيحي لبيت سامي وبيت جد سامي. الآن ما المسافة التي يوفرها سامي إذا سلك هذا الطريق الرئيسي من بيته إلى بيت جده، بدلا من أن يسلك طريق المدرسة ومن ثم إلى طريق السوق ليذهب إلى بيت جده؟ طيب الآن في البداية نوجد طريق المدرسة، عندنا طريق المدرسة مجهول ما نعرف كم. كم طريق المدرسة؟ بدل ما نحل المسألة لو نتذكر ثلاثيات فيثاغورس، عندي هنا 3 كيلومتر وهنا 5 كيلومتر، إذا كم يكون طول طريق المدرسة؟ حسب ثلاثيات فيثاغورس فإن طول طريق المدرسة يساوي 4 كيلومتر. إذن الآن الأضلاع جميعا عندي مجهولة. طيب الآن لو سامي سلك الطريق هذا، طريق المدرسة ثم إلى طريق السوق لكي يصل إلى بيت جده، إذا سلك سامي طريق المدرسة ثم طريق السوق هنا كما هو موضح بالأسهم، كم تكون المسافة؟ 4 زائد 3 كم كيلو؟ 7 كيلو. بينما إذا قطع سامي المسافة أو إذا ذهب عن طريق الطريق الرئيسي فبالتالي يقطع مسافة 5 كيلو. إذا كم يوفر سامي إذا ذهب من هذا الطريق بدلا من الطريق الآخر؟ يوفر 7 ناقص 5 ويوفر كيلوين، يوفر كيلوين. إذا نلاحظ في هذا المثال استخدمنا ثلاثيات فيثاغورس عشان أوجدنا طول طريق المدرسة اللي هو 4 كيلومتر، وأيضا عرفنا أن الفرق أو الكيلوات التي يوفرها سامي في سلك الطريق الرئيس 2 كيلومتر. 2 كيلومتر.
هذا ما كان لدينا في درس تطبيقات على نظرية فيثاغورس. تعرفنا في هذا الدرس على النظرية مراجعة سريعة، وكيف نستعمل النظرية في حل لبعض من المسائل، وأيضا ثلاثيات فيثاغورس المفيدة التي قلنا أن أضلاع المثلثات 3 و4 و5 ومضاعفاتها تشكل مثلث قائم الزاوية. أتمنى أن تكونوا استفدتم معنا في هذا الدرس. شكرا لكم على استماعكم وإنصاتكم، تمنياتي لكم بالتوفيق، نراكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.